تواجد حضرتك في المؤتمر النهارده ودور المجتمع المدني في مشاركه وزاره الصحه؟ احنا طبعا زي ما انت عارف احنا فرحانين جدا النهارده ان المبادره اللي اطلق فعالياتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقت قبول من جميع الهيئات وجمعيات المجتمع المدني ومؤسساته، وبالتالي لان احنا طبعا النهارده في هدف استراتيجي جميل مشروع قاموا بنعتبره وهو القضاء على فيروس سي، والخطه طموحه وبدات طبعا فعالياتها في 9 محافظات في مرحلتها الاولى. انا شايف طبعا اقبال المصريين وتفهمهم انه هذا الامر سوف يعود بالنفع على كل المواطن في النجوع وفي المدن وفي القرى، وبالتالي طبعا مجهود كبير الاطباء ومتخصصين في وزاره الصحه بيقوموا بيه. احنا من ناحيتنا بندعم هذه المبادره وبنسعى ان كل انسان مريض يتعافى من هذا الفيروس الخطير الفتاك، وكون ان مصر تحرص على صحه مواطنيها ده هدف المفروض كل العالم يفرح له، ونتمنى ان هذه المبادره ايضا تتكرر في كل ربوع العالم وفي كل دول العالم لانها مبادره فعاله، والمواطن بصراحه مش محتاج اكتر من كده ان الدوله ترعاه وترعى صحته وتوفر له العلاج الكافي، لانه طبعا النهارده اصبح في ظل ارتفاع الاسعار في كل انحاء العالم اصبح انه فيه طبعا امراض لا يستطيع المواطن العادي ان هو يقوى على العلاج منها والتخلص منها، وبالتالي هنا طبعا دور القادر في انه ينصف غير القادر ويقف جنبه. فالمبادره طبعا اللي هي القضاء على فيروس سي مبادره جميله وفعاله وفيها جوانب مضيئه. ما هي دور الكنيسة في مثل هذه المبادرة؟ احنا الكنيسة بالنسبة لنا في مراكز داخلية، اول يعني انا مش عايز اقولك بصراحة احنا سبقنا المبادرة بفترات طويلة يعني، ولان طبعا احنا رعينا بنعمل قوافل طبية مجانية، القوافل دي بتتمركز في المناطق العشوائية بالذات وبتروح لغير القادرين وبتقدم لهم الدعم الكامل والدعم المادي الواضح، واحنا سبقنا يعني لان كان لازم استشعرنا ده من زمان يعني انه فعلا اصبح في مواطنين كثيرين ومواطنات كثيرات لا يقوى على العلاج ولا يقوى على تدبير احتياجاته، وبالتالي هنا دور ايضا الكنيسه ودور الجامع او دور الكنيسه ودور الازهر ان هم يعملوا او دور الكنيسه ودور الاوقاف في مصر ان هم يدعموا غير القادرين في التخلص من هذا المرض. عندنا مراكز كثيره طبيه وبتساعد فعلا في هذا الامر. Love, love.